في عملية كده في السريع عايز هتخلصها يا بكرة يا بحر. واحد عرفني ومزعلني جامد. لا ما يصحش، يتقدم يا باشا. ونور الطريق لأولاد يا رب، وافتح في وشهم الأبواب ونور لهم طريقهم يا رب. يا رب أنا ماليش غيرك يا رب، رجع لي ابني يا رب، رجعه لي يا رب. ايه ده؟ ده عيل الجيران دول ايه ده؟ ده زنوري وبراء. هنبتديها بقى. ماشي يا عطش ماشي. خير يا أمه؟ في إيه؟ مفيش حاجة، بس الواد زنهوري حب يحسسنا بوجوده شويه. يا دي يا ابن الكلب. امال فين امه؟ تعبانه يا ابني مش نفسه. خش انت نام وانا هاخد بالي من زنهوري. ياخدي كده كده يا واد كده. يا زنهوري صحيت ابوك؟ لا يا امه، انا الحمد لله ان انا صحيت، عشان يعني كنت عايز يعني ادخل الحمام بقى. يلا.
النبي يا رب كنت عارفه انك هترجعهولي. تعال تعال في حضن امك يا بنات. تعال يا رب تعال في حضني. وحشتني قوي وحشتني قوي يا بنات. بره انا بصور لجوه في قلبي من بعيدك عني يا بنات. عامل ايه يا دمعي؟ انت كويس؟ بتاكل ازاي؟ بتشرب ازاي؟ انا عارفه انك اتعذبت كتير يا دمعي. كنت بحس فيك وبسمع صوتك وانت بتنادي عليا بتقولي انت فين يا امي؟ حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني. النهارده بس ابوك ارتاح في تربته. بس الحمد لله ربنا رجعك لينا بالسلامه ومش هيفارقنا ابدا. مش هتسيبنا تاني يا شوقي مش كده؟ كفايه بقى. في ايه يا شوقي يا ابني؟ انا مش شوقي، انا ميشو الحاوي. مالك يا ابني في ايه؟ انا مش ابنك، انا ابن شوارع. والله يا ابني ما كان بإيدي، كله مقدر ومكتوب. والمقدر والمكتوب ده هو اللي جابني هنا. انتوا عارفين انا جاي هنا ليه؟ انسى يا اخويا اللي فات. اللي فات عمره ما يتنسي طول ما انا عايش. بس احنا محتاجين لك يا ابني. انا لما كنت محتاج لكم لقيتكوش. هي كلمة واحدة انا جاي احذرك، ابعد عن صفوت نصار. ابني ابني يا ابني ابني ابني.